حته مننا دول ولادنا واهلنا هم عايشين عيشه صعبه وكل ده ما كانش بايدينا ايوه عيش المشكله وبايدينا حلها كل واحد فينا يقدر انه يعمل حاجه يعني تخيل كده لو احلامهم على ايدي وايدك تكبر ونشيلهم دايما في عيوننا نساعدهم على قد ما نقدر يمكن بكره تكون دكتوره وتعالج ناس مش لاقيين او فنانه كمان مشهوره وتكنها تساعد ملايين يعني تخيل كده لو احلامهم على ايدي وايدك تكبر ونشيلهم دايما في عيوننا نساعدهم على قد ما نقدر ونشيلهم دايما في عيوننا نساعدهم على